لو ميساج و ليستواغ اللي غنعاود لكم صغيره بزاف. كوبل تزوجوا في حاله ماديه عاديه جدا، كوبل تزوجوا في حاله ماديه كانت عاديه جدا، كيبغيها كتبغيه تزوجوا. الوغ تزوجوا العام الاول جاوهم تويمات، السيد ولا كيفكر مرارا وتكرارا كيفاش غادي كيفاش اش غادي يوكل داك التويمات، خاصه ملي قالوا له راه عندك توام. بقى كيفكر، كثر عليه الضغط، الخدمه ديالو ماشي شي خدمه، الزوجه ديالو جالسه في الدار، بزاف ديال 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 العوائق. هاد السيده دا كانت علاقته بالله عز وجل ومازال علاقته بالله عز وجل زوينه بزاف، ليه كيتشكى ليه كيعاود. ودائما كنقول لكم اي حاجه تمر بها في حياتك الله عز وجل، اي كرب، اي مشكله، اي سيتياسيون تحطيتي فيها، اي حاجه بغيتي تعاودها ما تعاودهاش للعبد، عاود الله. والله اي حاجه كتمر بها في الحياه ديالك كيف ما بغات تكون، الله عز وجل اللي ما كيحتاج لا رونديفو لا كونيكسيون لا باك صاحبي لا معرفه لا والو، الله عز وجل على يدك الله. هاد السيده على يد الله عز وجل تولدوا هاد الوليدات، تولدوا هاد التوام، تولدوا جاوا للحياه. تخيلوا معايا مرهب مده قصيره جاتو خدمه مزيانه، الدبل ديال الصالير اللي كان كيتخلص، الله سهل عليه، الله يفتح له. حيت ملي كتكون النيه ديالك زوينه وكتكون صادق الله عمرك يخيبك، ملي كتكون صادق في نيتك ربي ما كيخيبكش، لو سامبلومون صافي. هذيك جاتو خدمه دوبل صالير اللي كان عنده في الاول، ربي سهل عليه، عمل الدويره ديالو، عمل الطوموبيل ديالو، ربي حقق له داكشي، وصل داكشي اللي باغي. عرفتوا باش؟ اول حاجه بالثقه ديالو في الله، وملي كتثق في الله ربي ما كيخيبكش. ثاني حاجه واللي اهم حاجه صدق العلاقه ديالك مع ديك السيده اللي انت معها وطبيعه العلاقه اللي كتجمعكم. وثالث حاجه واهم حاجه هي القناعه، القناعه، اقتنع ان الله عز وجل جاب له وليدات، جاب له توام، شوف واش غيصبر ولا ما غيصبر. صبر، اقتنع بالقضاء والقدر ديال الله عز وجل، وربي جزاه. فقال لي دوز ميساج حمزه، دوز ميساج حمزه للمستمعين، وقل للمستمعين اللي كيسمعوا ستوريه في اغنيه، نهار تبغيو طلبوا شي حاجه طلبوها من الله، صافي. مالي تبغي تطلب شي حاجه طلبها من اللي خلقك، طلبهاش من الناس، ما تطلبهاش من الناس، طلب حتى شي حاجه من الناس، طلبها من الله، والله كيتكفل بكل شيء وكيتكلف بكل شيء. كاينه ولا ما كايناش مستمعينا؟ كاينه ولا ما كايناش؟ فهذه هي الحياه. وغادي نسمع الاغنيه ديال كرافاتا، كنبغيك، وغادي نسمعوها كاملين. وكيقول للزوجه ديالو كنبغيك بزاف اللي وقفتي معايا، وانت في حياتي، واجمل شي حاجه، اجمل حاجه عطاها لي الله هي انت، وانت السند، وانت الظهر. الله يخليكم بعضكم احبيبي. بحال هاد القصص مع الاغاني كيموتيفيونا اننا نتعلقوا بالله عز وجل اكثر، ونعرفوا القدره ديال الله اكثر، ونعرفوا ان الله عز وجل كن فيكون، ما عنده حتى شي حاجه صعيبه، واننا خصنا نختاروا مزيان الشريك ديال الحياه ديالنا اللي غيوقف معانا وغيسندنا ويكون الظهر ويكون السند ويكون بزاف ديال الامور. فهمتوا لي مستمعين؟ انا كنعاود لكم ليستواغ وانا فرحان، ما قدني فرحة. هادو من آيات الله عز وجل. صاف، إذا كان حسن الظن ديالك بالله عز وجل، فالله عز وجل عمره يخيبك.